عندي واحد الفيديو سابق تقدروا ترجعوا له يسموه اخلاق الخصومه. جماعة لكم فرحانين بسبب غلق مكتبة الشيخ فركوس لأنكم تختلفوا معه، وين يبان الاختلاف تاعكم انتوما مع اختلاف علي رضي الله عنه مع معاوية رضي الله عنه؟ كي سقساوه قالوا له رضي الله عنه أمشركونهم؟ قال إن الشرك فروا. قالوا له أمنافقونهم؟ قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. قالوا له فما هم؟ قال إخواننا، أو قال في رواية أخرى قوم بغوا علينا. اختلفوا مع السيد وراه في مهلة ما لازم تسفروا فيه، لأنه صباط الشيخ فركوس أشرف من الذي أعطى الأمر وأشرف ممن ضغط لغلق المكتبة تاعه. ولا تنسوا يا اللي غلقتوا المكتبة على بالي وراكم باغيين توصلوا، انتوما راكم باغيين ردة فعل، وردة فعل هذه لن تنالوها بإذن الله، لن تنالوها. وراه عنده موقع إلكتروني، ورانا في عصر التكنولوجيا وعصر المواقع، راه عنده موقع يزوره اكثر من 90 مليون زائر. بهذا موتوا بغيظكم.